صلاة والسلام على رسول الله. وبعد سؤال السائل بيقول: لماذا دائما تتحدثون عن الشيوخ، ولماذا لا تتحدثون عن غلاء الأسعار وظلم الحكام؟ طيب، أولا لماذا نتحدث عن الشيوخ؟ نحن بنتحدث عن منكر، وربنا سبحانه وتعالى أمرنا نتكلم عن المنكر. قال تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. نحن بنكلمك عن المنكرات الموجودة في البلد دي هنا، والمنكرات دي في ناس بيعتقدوا دين لهم، بدينوا بها الله سبحانه وتعالى. وأكبر منكر موجود الآن في العالم، مش في السودان، في العالم كله أكبر منكر موجود هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أدون الشرك ممكن ربنا يغفره، لكن الشرك ده أعظم منكر، المولى عز وجل ما بيغفره لأي إنسان مات عليه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار، ومن لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. طيب، الشرك ده قاعد ولا ما قاعد؟ في ناس بتخيلوا انه ما فيش. واحد تعرف اول ما تقول الشرك يقول لك: والله انا ده ما في يا اخ. الشرك ده زمان كان ناس ابو لهب خاتين صنم قدامهم بيعبدوا، ناس ابو جهل منات وعزة ولات وهبل. هنا يقول لك هبل ما في، منات ما في، معناه ما في عبادة لغير الله. وجابوا لهم شبهة، طبعا لقطوا لهم شيوخ الضلالة، ودول احنا بنتكلم عنهم ذاتهم شيوخ الضلالة. زي في شيخ مجرم قاعد في التلفزيون اسمه مين اللي زيرك ده، قاعد تفتح اي قناة تلقى قاعد ام درمان، نيل ازرق، ما تعرف كده، كل القنوات دي الزول قاعد جوا. قال لهم شبهة، قال: آيس الشيطان، الحديث في البخاري، قال: آيس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. كويس؟ قال لهم الشيطان ذاته آيس، يعني خلاص قنع، قنع يعني كونه يعبد المصلون، قنع من نادي. عشان كده قال لهم شرك ما في. بالله هل الحديث ده قال شرك ما في؟ هو قال لك آيس الشيطان. العلماء قالوا آيس ده ظن من الشيطان، وهل الشيطان ظنه ده صح؟ ده ظن، وهم من الشيطان، ظن انه تاني ما حيعبدوا المصلون في جزيرة العرب. بعدين الحديث ده خاص بجزيرة العرب، نحن هسه في جزيرة العرب؟ نحن ما في جزيرة العرب يا اخي. عايز هناك مش؟ لو طلع ظنه صح، ده هناك ما هنا، هناك في جزيرة العرب، لكن هنا اللي بيعبدوه راقدين. بعدين هل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بيتناقض يعني؟ بعضه بينقض بعض؟ ما بيتناقض. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تقوم الساعة، الحديث في البخاري، لن تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة. ذو الخلصة ده صنم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك الساعة ما بتقوم لحد ما الناس يرجعوا تاني ويعبدوا صنم اسمه ذو الخلصة. كويس؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي، يعني ما من كفار قريش ولا من اليهود ولا من النصارى، لا، من أمتي. قال هنا دي أمة الدعوة أو أمة الإجابة، من أمتي بالمشركين. في ناس قال لك بيلحقوا بالمشركين، قال: وحتى تعبد في آم من أمتي الأوسان. أي قال الكلام ده منو؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام. تقول لي شرك ما في؟ شرك ما في؟ ربنا سبحانه وتعالى قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم شنو؟ مشركون. أكثرهم قال لك بيؤمنوا بالله ومشركين. كيف يعني؟ كيف بيؤمن بالله وهو مشرك؟ لأنه بقول بلسانه إنه مؤمن بالله، ويقول لك لا إله إلا الله يا مولانا. لا، إحنا بنقول لا إله إلا الله. طيب، بتقول لا إله إلا الله؟ نعم، أجمل كلمة وأعظم كلمة. أها، بعملك بتخالفها ولا ما بتخالفها؟ إذا بتخالفها بعملك يبقى برضو لا إله إلا الله ما بتفيدك، أبدا ما بتفيدك. ليه؟
لأنه يا أخواننا لا إله إلا الله هي قول باللسان وعمل بالجوارح واعتقاد شنو بالقلب. ما ممكن أنت تقولها بلسانك لكن متخالفها بعملك. هل كده صح؟ لا إله إلا الله كده لا إله إلا الله بطلت. لو خالفتها بعملك تبقى بطلت. كيف تخالفها بعملك تبطل؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال من أتى كاهنا، كاهن ده ياتو ده اللي بيتكهن بيحاول يعرف لك الأشياء الما حصلت، كاهنا أو عرافا. العراف ده بيقول لك بيعرف الرايحة وين وكده. قال من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء، بس قعد ساي كده سألوا ما صدقوا. قال لم تقبل له صلاة 40 يوما. لو قعدت ساي كده بزرت أشوف واحد فكي كده بيربط في الحجبات، شغال بيكتب في الحجاب نجمة مثلث مربع وبيكتب في الورقة وكده، بس انت قاعد بتعاين فيه. قعدت ساي 40 يوم صلاة ما في، ما مقبولة. طيب لو صدقته، مش صدقته، لو مشيت كمان شلت قروشك واشتريت منه الحجاب، يشتري عديل يا جماعة. بس الحجابات دي بدوها مجانا ولا بيعوها؟ بيع تشتري. رايك شنو لو زول اشترى حجاب من الشيخ؟ مش كده بس، رايك شنو لو زول اعتقد انه لما يربط الحجاب بتاعه عين ما بتجيبه ما بتصيبه؟ لو جيت تضربه بسكين ما بتسوي له حاجه، لو جيت بعكاز ما بتضربه، سلاح ناري ما بياكله، اي حاجه بيعتقد عقيده زي دي. رايك في ده شنو؟ ده شرك ولا ما شرك؟ النبي عليه الصلاه والسلام قال انما الرقى والتمائم والتولى شرك. ده النبي صلى الله عليه وسلم. يجي كسر واحد صوفي غلطك، تخيل، مش احنا بندي حديث الرسول؟ مش ده حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يجي واحد صوفي غلطك يقول لك لا، نحن عندنا حجبات، وحجبات ده جبتها حجب والله يا داسة، وجيب سكين يقول لك تعال. ما انا ما غلطتك انه بتاع حجب ولا ما بتاع حجب، ما غلطتك، لكن هي دين ولا ما دين؟ ما ممكن انت حجبك شغل بتاع الشيطان، انت فاهم كلامي؟ شغل بتاع الشيطان. الحجاب بتاع الشيخ بيكون مرسل لك معاه شيطان، انت ما عارف الحاصل. انت شايف سكين جاي ماشي على زول تلقى رابط الحجاب بتاعه، تعمل كده الشيطان يمسكك بيها يمسك يدك. الجماعه كلهم كركوا يا سلام الله اكبر الله اكبر. ما انت بتكبر على شنو؟ فهمت؟ انت بتكبر على الشرك؟ تكبر على الشرك بالله سبحانه وتعالى؟ فهمت؟ فتلقاه بيكبر على الشرك وبكبر على الضلال. ليه؟ الغشاء منو؟ غشاء والفكي بالشغل بتاع الشيطان. فهمت كلامي؟ الفكي غشاء بالشغل بتاع الشيطان. عشان كده انت افهم، ما اي حجاب حجب معناها دين. في واحد انا قابلته زميلنا قبل ايام، فقام قال لي انتوا، قال لي انا سمعت واحد منكم بيتكلم مره في حلقه وقال للناس ما في حجاب بحجب. قال لي انا مقتنع وعقيدتي سليم الحمد لله انه حجاب دين ما في، ما في حجاب دين، حجاب دي شغل بتاع سحر. لكن قال لي ما تقول ما في حجاب بحجب، في حجاب بحجب في، لكن هل هو دين؟ هو ما دين. فهمت كلامي؟ يا حجب شفتها انت جربها، احنا بنعرفها في البلد ديك، هناك بنمشي واحد تلقاه عنده حجاب بتاع طبله، ده بطبله لك كده قدامك طبله يديك عكاز ما بيسوي له اي شيء، يكون واقف بعاين فيك. لكن زي ده تنجم، وانت ده تنجم تمام. انت شيل العكاز وقبال ما ترفع العكاز اقرا آية الكرسي. لما تقرا آية الكرسي او تقرا قران اللي بيحصل شنو؟ اللي بيحصل انه الشيطان بيطير، الشيطان بيتخارج. اول ما تخارج الشيطان ده تعرف بالصمت بالعكاز بتدير وقت طوالي، لانه الحجاب ممكن يحجب لكن هو ما دين. يا اخواننا الناس لابد يفهموا المعلومه دي. عشان كده السائل جبال لما قال السائل جبال لما قال انه ليه بتتكلموا في الشيوخ، ببساطه بنقول لك الاجابه، نحن بنتكلم في الشيوخ لانه الشيوخ ديل نشروا الشرك بتاع الصوفيه ده.
شركة الصوفية ده قالوا جا كيف؟ ما جابوا شيوخ، جابوا بمدايح وقصايد ولحنوا لك في الإذاعة وفي التلفزيون، وبجيبوا لك فرقة كده صف طويل، فرقة لابسين سديريات وبيقعدوا بيمدحوا لك، واحمد يا حبيبي وسلام عليك يا مسكي وطيبي، سلام عليك يا كاشف الكروب، سلام عليك. كاشف الكروب ده منو؟ البيكشف الكروب الله، الله سبحانه وتعالى. ما النبي صلى الله عليه وسلم مع جلالة قدر الرسول ومكانته العالية السامية في قلوب المؤمنين وعند الله عز وجل، مع ده النبي صلى الله عليه وسلم ما بيعلم الغيب ولا بيكشف الكروب، فهمت؟ قال سلام عليك يا كاشف الكروب، سلام عليك أحمد يا حبيبي، فهمت؟ يا اخوان النبي صلى الله عليه وسلم ما كاشف الكروب. لما جاء واحد من التابعين للسيدة عائشة رضي الله عنها قال لها هل رأى محمد ربه؟ قالت له لقد غف شعري، يعني أنا شعر جلدي ده وقف على حيله مما قلت. قالت له أين أنت من ثلاث؟ من حدثك بهن فقد كذب. من حدثك أن محمدا يعلم الغيب فقد كذب. محمد صلى الله عليه وسلم ما بيعلم الغيب. أصل الصوفية يقول لك شيوخنا بيعلموا الغيب، شيوخنا بيجيبوا الرايحة. لو راح لك موبايل بدل تتعوض الله وتدعو الله يعوضك، فهمت؟ دي ما مصيبة. النبي صلى الله عليه وسلم قال تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. كويس؟ أنت بتقول كده، لكن تخيل معي الصوفي أول ما راح له شيء طوال يقول لك راح 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 للفقيه بتاعنا. تمشي للفقيه الموبايل ب 300 جنيه يقول لك تدفع بياض 100 جنيه، بياض ثاني 100 جنيه عشان يجيب لك الموبايل راجع، يقول لك تعال الاسبوع الجاي، تيجي الاسبوع الجاي تلقى الفقير رحل. كويس؟ يبقى كده اتنشلت منك بدل 300 جنيه اتنشلت 400 جنيه، 100 نشل الشيخ الفقير هناك في الجامع، و300 نشل النشال في السوق بجاي. كويس؟ والاثنين النشالين، الشيخ نشال وذاك نشال، لكن الشيخ اخطر من النشال في السوق. ليه؟ لانه الشيخ نشل عقيدتك، نشل عقيدتك انت ذاته وضيعك، بدل جيته انت برا قروش رجعت برا قروش وبرا عقيده، فهمت؟ رجعت بدون قروش وبدون عقيده. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام قال انت كاهنا او عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ليه كفر؟ ليه يا اخوان؟ لانه الكاهن بيقول لك انا بعلم الغيب، بعلم الحاجة الغايبة، والنبي صلى الله عليه وسلم ربنا أنزل عليه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. أنت لو مشيت الكاهن إذا كفرت بالآية دي، إذا كفرت بالقرآن، إذا كفرت بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. كنا نكون جاوبنا على السؤال. بعد ده قال لي بتتكلموا في غلاء الأسعار، غلاء الأسعار سببه الشرك ده، ده سببه. إذا عالج الشرك الأسعار دي والله ترخص رخصة، منو اللي قال كده؟ قال ربنا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. بعد ذلك قال لي ما بتتكلموا عن الحكام، ما بجوز نتكلم عن الحكام، الحاكم ما بجوز الكلام عنه، إنما بننصحه. وننصحه كيف؟ ننصحه نمشي هناك في محله. ليه؟ ما بننصح الصوفية هنا والحاكم بننصحه في مكانه، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، قال من كانت له نصيحة لذي سلطان فلا يكلمه علانية. ما يتكلم علانية عن الحاكم، لا، حاكم تمشي له. قال فليخلو به فإن قبل فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه. إذا نصيحة الحاكم بتختلف من نصيحة باقي الناس. ليه يا أخواننا؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم ذاته عنده علة وعنده فهم، عنده حكمة، لأنه الكلام عن الحاكم بيثير الناس عليه، ولو الناس ساروا على الحاكم حيحصل من الفساد أكثر من الحاجة اللي هم دارين ذاته، أو اللي ذهبوا يزيلوها من الأول. عشان كده الكلام عن الحكام بيزيد البلاء وما بجيب خير ابدا. لانه لا انت لو عندك مشكله بتاعت بس عندك جوع ولا فقر ولا كده، اول ما الناس يمرضوا على الحاكم وتبقى حكومه ما في وشرطه ما في، بعد شويه القروش اللي عندك الشويه دي مش تقدر تزيدها، الشويه اللي عندك دي ما بتلين فيها تاني ذاته.
بيجي بلطجي وحرامي ومجرم، واحد بتلب على اختك في البيت وعلى مرتك وعلى امك، لانه حاكم ما في وشرطه ما في. اصلا سوريا ده مش طافشين هنا في البلد دي ليه؟ ده الناس مساكين مساكين. السبب كله شالوا الحكومه، بعد ده بقت فوضى فوضى. عشان كده اي بلد شوف الحاكم ده ولو كان سيء ولو كان ظالم ولو ظالم ذاته، انت بينفع. العلماء قالوا تقام به الحدود ويدرى به المجرمين. حاكم ده في النهايه بوقف لك الحراميه والشماشه، ما يتلبوا بيتك لو في ذو سرقه، بتمشي تفتح بلاغ في الشرطه. في النهايه وجود الحاكم ولو ظالم ولو ظالم اخير من عدم وجوده، والله اخير لك. تبقى حاكم ما في، هسه دي تلين فيك رباطه ثلاثه في الشارع، جيب عندك تقول شنو؟ تقول لعسكري عسكري ما في، جيب عندك بعد ما يشيلوا حقك ويملصوك ويمشي يسوقوا مرتك من البيت وتبقى انت قاعد سايق. فهمت كلامي ده؟ يا ناس المساله دي عندها حكمه، عندها حكمه وعندها فهم. والنبي عليه الصلاه والسلام ما بيقول كلام ساي ابدا، انما فيه مصلحه للعباد. هذا وصلى اللهم على نبينا محمد.